الامام اطلع يا امام يلا. نعملها معاك يا ابراهيم، هتطلع تزقه. اطلع يا امام يلا، انت جرب بتاعك بيبقى خرسان على النشف يا امام. الجرب داخل مفول اهو. اطلع بس كده، ارفع حصان كده ولا حاجه. تبيعوا على عيبه يا امام، تبيعوا على عيبه، على عيبه كده اهو ب 300 جنيه. ذوق يا ولد. هيطلع يا عم، هو ده امام مجرم. هار خليه يعدل وش الجار بس. ايوه كده، هو حمش بقى. لا يا عم خليه يعدل وش الجار ويقوم طالع على طول. لا اللفه دي وحشه قوي، اطلع ده وش الجار هنا. ايوه الله يبارك لك يا ام. ازوق ولا ايه؟ ده راجل هادي زي حالته دي. لا تسمعش للجرس. لا هو سخن والله، سخن. ايوه سخن سخن اهو فعلا. يلا يا علم. اه عدم جرتك يا حاج عبود، جرتك يا حاج عبود. لو علق جرس من بتوعنا كان زود الله. دخلها عبود لو عرفت منها تعمل عبود. ايوه وش الجرس ده، الواد ده فهمان. انا باخد وش الجرس الجاي الثاني يبقى فهمان. ازقه ولا ايه؟ خليك وراها اما ترجع العريق. يلا يا علي، يلا يا علي، يدي الله ما تصورش يا خلي يا علي. والله العظيم معلم، معلم قصمت بتاع الواد ده معلم. الواد ده بيمثلنا حرفيا نفس الدماء والله. طالما ما شالش رجله على الدبرياش وهو بيرجع ورا لما الجار هنا خالص يبقى عندنا سواقين كتير. لا والله الواد ده اول واد معلم في الناس دي. اقلب كده الله ينور. يا محمد بقول لك انت اول واحد معلم فينا. والله يا اسطوره محمد، الله يبارك لك. كاوتش لا هو اللي...